قشائر الوسط والجنوب في ضيافة القرمة، عشرات المشايخ تلبي دعوة أمير قبيلة الجميلات، نرفض الاعتقالات التعسفية. حياكم الله. بعد أن وجه الشيخ العام لقبيلة الجميلات عبد الستار الجميلي نداء إلى العشائر والقبائل العراقية وشكى لهم الاعتقالات التعسفية من قبل رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وقائد شرطة الأنبار. نعم علي، توافد العشرات من شيوخ العشائر من بغداد والمحافظات الجنوبية إلى مضيف القبيلة في قضاء القرمة، معلنين دعمهم الكامل ومساندة شيخ جميلات العام ورفض التجاوز على الرموز العشائرية. بعد المناشدات اللي طلبوها من عندنا شيوخ القبائل والعشائر والشخصيات على مدى الأيام الماضية، واليوم حضور العدد الكبير منهم والذين العدد الأغلب منهم اللي كان سيطرات مغلقة وانمنعوا من الدخول وبإجراء اتصالات هاتفية، طلبوا من عندنا تمديد المهلة لسبعة أيام لأنه هي المهلة تنتهي اليوم، وحفاظا على الامن، امن مدننا، وحفاظا على السلم والمجتمع المجتمعي الموجود، وعلى انه نبقى محافظين على هذا الامن والاستقرار الموجود بمحافظه الانبار. وارتئينا نحن بعد مشاوره مع شيوخ ومع الوجهاء ومع الشباب الموجودين والثائرين الموجودين، ان شاء الله قبلنا طلبهم ان شاء الله وقبلنا بتمديد المهده سبعه ايام، ونامل من اصحاب القرار السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير الداخليه والسيد وزير الدفاع انه ياخذون الامور وجميع الكتل السياسيه المتواجده في بغداد انه ياخذون الامر على محمل الجد، لانه الامر خطير بكل ما تحمله المعاني. اليوم كان لنا وللكثير من شيوخ عشائر وقبائل الانبار وخارج الانبار في مضيف قبيله الجميله، والهدف منه هو التهدئه وعدم انجرار العشائر الى صراعات قد تؤدي الى انتكاسه امنيه. واليوم طلبنا من أهلنا وعمامنا الجميلة تمديد المدة الزمنية، لأنهم أنطوا 72 ساعة، وبالمقابل نناشد الحكومة المركزية والحكومة المحلية اللي لملمت هذا الوضع. اجتمعت رؤساء قبائل الأنبار في مضيف الشيخ عبد الستار شيخ قبيلة الجميلة، و قاموا بمطلب عشائري من الشيخ عبد الستار عباس الجميلي شيخ قبيلة الجميلة، والشيخ رجل كريم وله تاريخ وعمق تاريخي، فكرم كل الشيوخ وكل شيوخ العراق بالمطلب أن تكون هدنة سبعة أيام.